رشيد ابو راشد الحقني. ابو راشد وينك؟ خير. شوفي ليك ونط من هون، مرق من جنب رجلي. شو ها؟ منو ها؟ جرتون؟ لا ابو بريس. وينه هلا؟ وين راح؟ اي شو بيعرفني، دور عليه بنت ركات الزريعة. ايه وين؟ هلا وين بضربه؟ وين بدك تضرب مني؟ وين؟ حاطيه من عندك، رح حاطه انا من عندي. لك شو هالحكي انت التاني، انا فيني حيل حاطه، رح يجوب على قلبي من الرعبة. لا وين بدك تهرب مني؟ ها نبس راسه، نبس راسه، اضربيه من عندك. ولي شو اضربه؟ ما بدي، بخاف بخاف ليوم ينفخ علي. لك شو ينفخ عليكي؟ وين رحتي وتركتيني انت التانية؟ اضربيه 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 قبل ما يهرب. عجبك هيك؟ هرب؟ لو استعجلت لك شوي كنت لحقته. لحق عليك انت. لك شو دخلني انا؟ شغلة قتل الاب بريسات، شغلة رجال، مو شغلة مرأة. انا عملت اللي علي، حاصرته وارغمته انه يتجه لعندك. لو انت تمالكتي اعصابك شوي كنا قضينا عليه. تقضي عليه؟ ولك اخ، انا اللي رح يقضي علي هالعيشة بهالبيت. اخ لك ابو راشد، قديش صرنا ساكنين بهالبيت؟ شو بيعرفني؟ شو مناسبة السؤال هلا؟ أكثر من 30 سنة. 30 سنة؟ 30 سنة ومشت هي شي مرة تقتل لي أبو بريس واحد، ما في غير بتحاوط وبتحاصر وبترغموا على التراجع والانسحاب أو بتمنعوا من تحقيق أهدافه، أكثر من هيك ما طلع معك. أنا ما عاد أقدر أعيش بهالبيت. وشلون صار لك عايشة فيه أكثر من 30 سنة بقى؟ وأنت قلتها حاجتي لهون، يعني لو محكومة مؤبد كانت خلصت محكوميتي. أنا الأوان يا أبو راشد لحتى تفك أسري وترحلني من هالبيت. طيب ما بدي أعرف شو السبب. لهلا ما بتعرف شو السبب؟ تلفت أعصابي أنا يا أبو راشد. شي بيطلع لي أبو بريس بأرض ديار، شي بينط لي جردون من قلب المطبخ مثل ما صار فيي هلا، شي بلاقي فرخ حية بين تركات الزريعة، لا هذا غير الصراصير والنمل وبقية الزواحف كمان. يا أم راشد، كل البيوت العربي معرضة لهيك شي، يعني ما في أرض ديار وفيها زريعة بتخلى من شوية حشرات، أنت التانية؟ يلا، وأنا شو الله جابرني عيش ببيت عربي؟ الله وكيلك يا أبو راشد، شطف الأرض ديار رح يقصف عمري، وبعدين تنظيف الأوض والحيطان العالية رح يجيب أجلي. ولا هي العلية كناسة درجها قليل؟ صدقني عم يقطع نفسي. لك إمتى يا أبو راشد؟ إمتى هيك بدي عشت لي مثل الخلق والعالم يومين بشقة صغيرة محندقة فيها باب وشبابيك وفيها حمام وسيراميك ومطبخ أمريكي؟ إمتى؟ يا أم راشد، أنت عم تغلطي، مثل البيت العربي ما بتلاقي. ولك يلي بعيش هون بهالهوايات وهالطراوة بعيش بشقة مخنوقة؟ أنا من جهتي قبلاني، قبلاني اختنق بشقة صغيرة، المهم تخلصني بعدين. تعال قلك وين بدنا نجوز راشد؟ وين يعني؟ معنا هون. يو يعني ما بتعرف ليش الصبي صار فاسخ خطبته مرتين؟ بتعرفي ليش؟ لا. لانه تنقايتك عاطلة وما بتسوى. إيه لكان؟ والله إيه لكان؟ لا طبعا. لا مو مزبوط هذا الحكي، مو مزبوط منوب، بس لأنه ولا بنت قبلت تعيش ببيت حما. كل بنت من بنات هالايام بدها بيت لحالها. الله يرضى عليك يا ابو راشد، دبر له بيت لابنك احسن ما يتعقد من الجواز ويضل عانس كل عمره. طيب تفضل اخي ابو راشد. يسلم وديات ان شاء الله. ايه شو قلت اخي ابو زكي؟ وقديش مساحه البيت؟ 120 متر وارض ديار 100. حلو. طيب وقديش طالبين فيه؟ يا سيدي السنة الماضية كان بدنا 4 ملايين. يرحم أيام السنة الماضية، هلا السوق مهور وكل ماله لورا وما في هيك أسعار بنوب. إيه والمعنى؟ المعنى بدك تطري إيدك إذا كنت ناوي تبيع. لحد قديش يعني؟ 2 مليون 2.5 مليون، وضحك بعبك إذا جاك هيك سعر. إيه بس هيك ما بكفي حق بيتين. ما عليك انت، تريك الشغلة علي أخي، أنت بدك تبيع برخيص وبعدين بدك تشتري برخيص، السوق كله مهور. السوق مهور مهور، ما اختلفنا منوب، بس لا تنسى انه البيت بنص البلد. هالحكي كان زمان، هلا الناس عم ترغب بالضواحي، ما عاد حدا حاب يسكن بنص البلد.
بعدين البيت مهريه بعرفه منيح، يعني اذا حبيت ترممه بتحط عليه بقرة جحي. هذا اذا وافقولك على الترميم، واذا عملت فالح وسرقت لك غرفتين على سطوح بجوز الاساسات ما تتحمل، وغير هيك البيت مخنوق وماله منفس هوا، حريق بالصيف وغريق بالشتاء، ومطبخه مغم وبيعمي على القلب. بقى اسمع مني وخلص منه على هو سبب. خلاص ابو زكي الله يرضى عليك، انت فصل ونحن من البيس، لا إلنا شي زبون بسرعه. ايدي بزنارك وينه؟ عين خير عين خير، ادعي لربك يجي بطريقنا شي واحد اعمى قلبي يقبل فيه على علاته. لا ما بدنا اعمى قلب انت الثاني، بدنا شي زبون راكي زيك. الله يرضى عليك، يلا سلام عليكم دايما اخي. اهلا ابو راشد. الله يسلمك. مع السلامه. الله يرضى عليك. هو قال لك انه السنه الماضيه كان ممكن يجيب 4 ملايين؟ اي نعم. اخ لك اخ، بس لو سمعت كلامي. لك ابو راشد انا كم سنه صار لي عم نقف راسك مش انا البيت. هو من جهه النق والساق، طول عمرك بتنقي وبتسقي، مو جديده عليك الشغله منوب. شو قصدك؟ مو قصدي شيء مو قصدي شيء، لا تستلميني 10 بلدي هلقتني اياه. ايه ومفتاح الباب قول. نايم خيرك. مين؟ انا ابو زكي مع زبون للبيت. ابو زكي لحق يلاقي زبون بهالسرعه. يلا يلا. اهلين وسهلين. اهلين، خد طريق ابو راشد. ايه على عيني وراسي، تفضلوا. تفضلي متموزين. تفضلي متموزين. شرف شرف استاذ. اسلام. يلا يلا. اهلا وسهلا ومرحبا، تفضلوا فوتوا. يعطيك العافيه اختي ام راشد. الله يعافيك. ايه يا اخي هذا هو البيت، عاين وتفحص على كيفك. على اذنكم. تفضلي اسلام. بتعرفي سهير؟ المنطقة هون صارت مطلوبة كتير. ليش؟ لأنها بنص البلد بالسنتر، يعني قد ما دقر السوق بالضواحي هون ما بيدقر. بعدين كل شي هون قريب عليكي، نص مشاويرك بتقضيها مشي، مو أحسن ما تلتحشي بالضواحي وتتمرمطي بالمواصلات؟ بس كأنه بعيد عن الشارع شوي. كل ما بعدنا عن الشارع كل ما بيكون أحسن، على القليلة بنبعد عن الغبرة وضجة السيارات. شوفي شوفي قديش في ركونة وهدوء، والهواء نظيف لأنه العمار اللي حواليكي كله عربي، والشمس تضرب على الحيطان نص النهار، يعني بارد بالصيف دافي بالشتاء، وما في داعي لا نطلع على المصايف ولا نروح على البحر. بعدين أنا حاسب حساب لأولادنا بالمستقبل. شايفي أرض هالديار هاي؟ رح أعملها أحسن ملعب لهم، وهون رح أنصب لهم مرجوحة، خليهم ينططوا ويلعبوا ليقولوا حاجة. عفوا بالله قديش مساحته؟ 220 متر غير ارض ديار. وقديش طالبين فيه؟ نهايته 3 ملايين، ولو ما السوق داير ما بتحصلوه ب4.5. بقى شو قلتوا؟ ماشي الحال، رح نقلب موضوع براسنا يومين ثلاثه وبعدين بنرد لكم خبر. عن اذنكم. تفضل تفضل. شايفي مدام؟ شايفه المطبخ شو نشي؟ ايه بس مهرهر شوي. ما بده شيء، سطلين تان وشوية تظبيط بيطلع أحلى من مطابخ الدعايات. بعدين هنيك بالزاوية بتحطي لك تلفزيون صغير، وعندك هون بتقيمي الكراكيب كلها هي، وبتحطي ميكروويف، وعندك الفريزر بتحطيها بديك الجهة هون بالنص، تقدري تحطي طاولة صفرة، يعني تقدري تستعمليه مثل أوضة قعدة. طيب في مي سخنة بالمجلى؟ يا ستي منطي سخان مي ما مشكلة. بعدين وينك؟ لا هيك ولا هيك، منقدر نحط جهاز طاقة شمسية على السطوح. ليش السطوح له؟ ايه طبعا هيك الاتفاق. تعي تفرجي على الباحة برا شو شرحها وبتشرح الفؤاد. الله هالأرض الديار حلوة كتير. هلأ الأسطوح بيتعمر عليه كمان؟ إيه لكن بابا لكن، إذا بتطلعي حواليكي بتلاقي كله معمر. بعدين على هو ما سمعت انه الجيران هون كتير اكابر واوادم، يعني ما حدا بيشتكي على حدا وكل واحد بحاله. بعدين بتشوفي لك شي يوم عطله بتسرقي لك غرفتين ومنافعون. سرقه؟ يعني ما في تنظيم؟ لك شو بكير تعبتي؟ نص بيوت البلد سرقه وخارجه عن التنظيم، مو هالمشكله الكبيره يعني. ابو راشد شلون الجيران هون؟ ممتازين ممتازين كتير. ها بعدين اذا ما بدك تعمري على الاسطوح تقدري تستثمريه، يعني جوزك بس يرجع من كندا بالسلامة رح ينبهر بالبيت،
والمصاري اللي جايبهم معه بيقدر يعمل مشروع ويستثمره. بشو بده يستثمره؟ ولو فيك تعملي مطعم كافيتيريا. اغلب البيوت اللي مثل هي القديمه عم يعملوها مطاعم كافيتيريات. بعدين شو اسمها لهالشغله؟ كلها شويه ديكورات وكم مقلوب وموسيقى هادي، وبتشوفي شلون بتقصي العمله قص. وهي دقني اذا ما بتشوفي السواح عم يكفتوا عليكم كفت. طيب اذا حبينا نعمل مطعم او كافيتيريا بتترخص يا ترى؟ ولك يا بابا ما في شيء ما بيترخص، انت بس تنوي انا بدبر لك ترخيص. بابا ما عرفت قديش مصرياته. هو المهم يعجبك يا مدام، قلبي الموضوع كم يوم بعليك بعدين بنحكي بالمصاري. اخي مثل ما قلت لك هي الحاره بدها تتوسع، يعني البيت اكيد رح يغلى. تفضلوا تفضلوا معي نشوف. خدي طريق اختي ام راشد. ايه اهلين تفضلي. شرفي شرفي شرف استاذ. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يلا يلا يا سلام يا سلام على هالبيت ما اكبره. تعرفي والله حاسس حالي كاني بالملعب البلدي. بينعنش القلب. بعدين وينك؟ اذا ما بدنا نسكنه فينا ناجرها. ليش بيتأجر معنا؟ الله يسامحك، قال بيتأجر قاد. أصلاً السفراء الأجانب ما عادوا سكنوا إلا ببيوت عربي، حبوها كتير السكنة بالبيت العربي، عم يدوروا على هيك بيوت بسراج وفتيلة. والله أنا سمعت هيك شيء. لسه من يومين ثلاثة طلب مني سفير تركمانيا 3 بيوت، إله وللقائم والملحق التجاري. بعدين هدول الأجانب دفيعة، ما حدا بيقول لك كتير ولا قليل، أبداً أطلب تعطى. بعدين وينه؟ إذا ما حبينا نأجره فترة طويلة، نأجره يومي. أكيد لسياح. وغير السياح كمان بيتأجر للتصوير التلفزيوني. لك شو ما عم تشوفي مسلسلات محلية أنتي؟ يه طبعا عم شوف. تلت أرباعها عم تتصور بالبيوت العربي. الله وكيلك بيموتوا على هيك بيوت. بعدين بتعرفي قديش بيدفعوا كل يوم إجرة؟ 2000 ليرة، يعني بالشهر 60,000. وهالشغلة دوارة على مدار السنة صيف شتاء والحمد لله. مسلسلاتنا مطلوبة بكل المحطات الفضائية العربية ومنتشرة كمان، والكل عم يستفيد. هو البيت معقول ما بو شيء، بس يعني لو هلا ما راح نعطيهم من راسنا خبر مشان ما يرفعوا السعر ويطمعوا علينا. تركي علي. ايه سيدي نحن راح نفكر هيك يومين ثلاثه بالموضوع وبعدين ارد لكم خبر. على راحتك بستناك بالمكتب. تفضلوا. حاره مرتبه كثير وهذا هو البيت اخي. اي والله راح تنبسط منه كثير. يا سلام شيء حلو كثير كثير، هذا طلبنا. شايفني هي الحاره ضيقه معناتها ما في سيارات تفوت وسيارات تطلع. بس لك تساوي مستودع ما بيلزم غير شو هونداي وعربيتين صغار بس. يلا يلا خذوا لنا طريق يا جماعه. تفضل عمي تفضلوا تعالوا. شرفوا شرف عمي. تفضل يلا. تفضل استاذ. اهلا وسهلا. واسع وكبير شايف بابا؟ شايف؟ هذا البيت إذا حبينا ما عملوا مستودع فينا نساوي مشغل كل المشاغل بالحريقة بيوت مثل هي. كم ماكين أو مقص وأربع خمس عاملات صار في عنا معمل قمصان أو بيجامات. شايف هالوسع؟ شايف؟ بعدين الترخيص الصناعي والسجل التجاري ما في أسهل منه. إذا شغلنا مشي وما عدنا لحقنا طلبات على السوق بنقدر نضم شي غرفة من هالغرف ومنسقط فيها كم ماكينة ومنقول يا ميسر. مزبوط مزبوط. شايفة يا أم راشد؟ شايفة؟ شايفة قديش البيت مرغوب؟ هي صار جاي أكتر من 10 زباين. معك حق يا أبو راشد، يمكن نحن ما كنا عرفانين قيمته. بيت مهوي ومشمس وبنص البلد، شلون بدنا نتنازل عنه؟ بعدين فينا نسرق غرفتين على الاسطوح، الجيران حوالينا ما حدا بيحكي شيء. ايه والله فكره، على القليله بينضب فيهم راشد. بعدين فينا نعمله قهوه مثل ما قالوا اخر دفعه من الزباين. بالفعل شغله بتقص العمله قص. كيف كانت غايبه عن بالنا يا ام راشد؟ أبو راشد إذا بدك من أجره لسفراء أجانب أو لتصوير تلفزيوني.
يا سيدي بالمستقبل فينا نعمله مشغل؟ بالفعل يا أم راشد، هالبيت كنز، كنز حقيقي. شايف؟ منيح اللي ما فرطنا فيه. حيا أبو راشد، حيا حيا حيا. نبيعه ولا ما نبيعه؟